الآن سيتم عرض العمليات الأساسية في المكتبة على كوها. هنا واجهة تسجيل الدخول الخاصة بموظفي المكتبة، حيث يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور للموظف لتحويله إلى الصفحة الرئيسية للنظام، حيث تحتوي هذه الصفحة على الأنظمة الفرعية الخاصة بالنظام، منها النظام الفرعي للفهرسة والإعارة والتزويد والتقارير والمستخدمين وغيرها. أولاً، عملية الفهرسة أو ما تسمى بالتزويد في نظام الراشد. لإنشاء تسجيل بيبلوغرافية لوعاء، نختار النظام الفرعي الفهرسة إما من الصفحة الرئيسية أو من قائمة المزيد. من خلال نظام الفهرسة نستطيع إنشاء تسجيلة من النظام نفسه أو البحث في تسجيلات مكتبة تتيح تسجيلاتها على الإنترنت من خلال نظام Z39.50. نضغط على تسجيلة جديدة، ثم نختار الإطار الذي نرغب بإنشاء التسجيلة منه. يظهر لنا إطار مارك المستخدم في عملية الفهرسة في النظام. نقوم بإدخال بيانات الوعاء في الحقول المخصصة لها. نضغط على حفظ التسجيلة. تظهر شاشة إضافة مادة للتسجيلة لكي يستطيع النظام التعامل مع الكتاب كمادة موجودة في المكتبة. يتم إضافة بيانات المادة للتسجيلة مثل الموقع الرئيسي للمكتبة والموقع الحالي الذي نحدد من خلاله المكتبة المتواجد فيها الكتاب وتاريخ الاكتساب ومعرف النسخة، حيث يمثل الرقم العام للكتاب في نظام الراشد. نضغط على أضف عدة نسخ من هذه المادة ونقوم بتحديد عدد النسخ. يقوم النظام بشكل تلقائي بإضافة واحد على الرقم العام للكتاب لكل نسخة. ثانياً، الإعارة. قبل البدء بعملية الإعارة على النظام، يجب تحديث قواعد الإعارة والغرامات على المكتبة. من إدارة كوها نختار الإعارة وقواعد البيانات. هنا يتم ضبط كل القواعد المتعلقة بعملية الإعارة، بداية من تحديد فئة المستخدمين ونوع المادة التي سيتم تطبيق القواعد عليها، ومن ثم تحديد عدد الكتب المسموح إعارتها ومدة الإعارة وكل الإعدادات المتعلقة بالغرامات والحجوزات والتجديد. ثم بعد ذلك نقوم بعملية الإعارة كالتالي: من الصفحة الرئيسية نختار الإعارة، ثم إدخال رقم بطاقة المستفيد والرقم العام للكتاب. في حال طلب إعارة مادة معارة، يظهر لك النظام رسالة تنبيه أن المادة معارة ويتيح لك الخيارات الآتية: قم بإعارتها أو لا تعيرها أو وضع حجز عليها بدلا من إعارتها. ثالثا، الإعادة أو الإرجاع. نضغط على الإعادة من الصفحة الرئيسية، ثم نقوم بإدخال الرقم العام للكتاب. رابعاً، التجديد. يمكن أن تتم عملية التجديد من النظام نفسه أو تجديد ذاتي من الحساب الخاص بالمستخدم على أوباك. لإجراء عملية التجديد من النظام نفسه، نضغط على تجديد من الصفحة الرئيسية، ثم نقوم بإضافة الرقم العام للكتاب المراد تجديده. خامساً، التعشيب. لتعشيب الكتاب نختار الكتاب المراد تعشيبه، ثم بعد ذلك نضغط على تحرير المادة. ثم حال التلف نختار دمجت. للوصول إلى النظام الفرعي التقارير، إما من الصفحة الرئيسية نختار التقارير أو من قائمة المزيد نختار التقارير.
يوجد أكثر من شكل للتقارير في كوها، منها تقارير جاهزة مثل المستفيد الأكثر استعارة أو المواد الأكثر إعارة. عند الضغط على مخطط قاعدة البيانات لكوها، يتم تحويلك لموقع يعرض هيكلية قاعدة البيانات في كوها، والتي يسهل فهمها كتاب التقارير بسهولة. وعند الضغط على تقارير كوها للمكتبة، يتم تحويلك إلى موقع يحتوي على أكواد لتقارير جاهزة بلغة الـ SQL. نقوم بنسخها ولصقها على النظام، ويمكن استخدام هذه التقارير مرة أخرى دون الحاجة لإعادة كتابتها مرة أخرى. الشكل الثاني وهو إنشاء تقرير موجه. لإنشاء تقرير موجه، نختار المديول الذي نريد إنشاء تقرير يخصه مثل الإعارة أو المستفيدين أو غيرها. نضغط التالي. يظهر قائمة لاختيار شكل التقرير، نختار مجدول. الخطوة الثالثة، نختار الأعمدة التي نريد إنشاء التقارير منها. الخطوة الرابعة، نختار معيار تحديد البيانات. الخطوة الخامسة، نختار الـ Aggregation Function التي نريد، مثل Summation أو Minimum أو غيرها. الخطوة السادسة، اختيار الترتيب الذي ستظهر النتائج بناء عليه، هل هو تصاعدي أو تنازلي. أخيراً، نعطي التقرير اسماً ونشغله، وننتظر حتى ظهور النتائج. الشكل الثالث وهو إنشاء تقارير باستخدام كود بلغة SQL. ندخل اسم التقرير، ثم نضيف كود SQL، ثم حفظ التقرير وتشغيله. ننتظر حتى تظهر النتائج.